المشاهدين، هل حضرتك معنى كده بتقولي ان نسبه تاخر الزواج في الطبقه المتوسطه هي الاعلى؟ ده صحيح، هي الاعلى، لانه كمان الطموحات بقت اعلى، وكمان في حاجه مزعجه شويه، انه الخلفيه الثقافيه والاجتماعيه للبنت والولد، ودي اللي احنا بنسميها في علم الاجتماع يعني العائلي نظريه قوه الزواج، انه الخلفيه اختلفت. يعني ما يتدور البنت ورا ظهرها كده والولد ما نلاقيش في حاجات مشتركه قوي، بينما كمان كنا احنا ابسط، يعني لاحظنا دوافع الزواج عندنا كلنا من اول ما نبقى اطفال المجتمع ليه بيخلق دوافع الزواج عندنا علشان يعيد انتاج نفسه، امال هيكمل ازاي؟ يعني الكلام بتاع هنفرح بيكي امتى، هنفرح بيكي امتى، ده هو ده اللي مودينا في ده، لكنه بقى لا مش مودينا في ده، بقت دوافع الابقاء على الزواج هي اللي ضعيفه. يعني خلاص كلنا نتجوز ورحنا الاوتيل وعملنا الفرح والبنات انبسطت والولاد شكرا لله، فالطلاق نسبته تزيد بس على فكره هي زادت في الكون عشان ما نتصدمش قوي. انا كنت في امريكا استاذ زائر، لقيت دراسه كبيره اسمها لماذا كل هذا الطلاق، وكان الطلاق يمثل يعني مرحله من مراحل الزواج العاديه، يقولوا اصلهم حبوا بعض وبعدين قعدوا شويه سوا وبعدين اتجوزوا وخلفوا وبعدين الطلاق 10 سنين 20، لكن في الاخر يحدث الطلاق وكانه قدر. فبدا المجتمعات تقلق شويه ولو انهم منظمين العلاقه. بالنسبه لنا ان احنا مجتمعات حميميه الطابع نتخض طبعا، في فزع جمعي وفي قلق جمعي على لان هو برضو بيخلق برضو صوره صعبه جدا للحياه ما بعد الطلاق، وخصوصا ان بيبقى في اطفال. مين قال ان احنا عايزين يعني ان الاسره بس تتكون فيجوا اطفال بشكل شرعي وبعدين يعني مهم نرجع للنقطه دي يا دكتور، بس خلينا نروح